هيئة الحشد الشعبي، رئاسة الأركان، مديرية الجهد الخدمي. الجهود الخدمية والإنسانية في الزيارة الأربعينية، المهام والخدمات، تقديم الإسناد للدوائر البلدية، توفير الطعام والمأوى للزائرين، نقل الزائرين وتسهيل حركتهم، إسناد حركة القطاعات العسكرية، الانتشار جغرافياً، البصرة وواسط وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف، مناطق العمل والاهتمام، المدن المقدسة، المنافذ البرية، طرق الزائرين، الجهوزية والعمل. 600 منتسب باختصاصات متنوعة، 172 آلية للخدمات والنقل، 4 مواكب خدمية، 8 ورشات للصيانة. والجهود تتواصل لحين انتهاء الزيارة المليونية.